فيما يخص المؤجلات الجديدة في الدوري الممتاز طبقا لصعود النادي الأهلي والزمالك لنهائي بطولتي أفريقيا؟ هو الحقيقة يعني الناس يعني أخذ دايما كلمة المؤجلات ديت على إنها حاجة عيب ولا حاجة، يعني لأن إحنا دي موجودة في الجدول من الأول، أو بتعملها طواعية يعني اللي طالع من أول لأن إحنا طالعين من أول الموسم وبنقول دايما في الجدول في حالة وصول أي من أندية الأربعة اللي بيلعبوا في أفريقيا عندنا اللي هم كانوا الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر، فاللي بيكمل بيتأجل الماتش اللي هو متعارض مع الدور اللي بعده في بطولة أفريقيا. فالأمور واضحة من الأول والأندية عارفة، لأن كلمة إن الدوري مش منتظم الكلمة التقليدية اللي إحنا بنقولها، أنا مش عارف مش منتظم إزاي والأندية عارفة الجدول من بداية الموسم ومطلعين 30 جولة متحددين ومتحدد ايه المباريات اللي هتتأجل، فالأندية بقت عارفة في حالة وصول كذا، لأن الأندية نفسها احنا من بداية الموسم ما اعرفش مين الأندية اللي عندنا اللي هتكمل للآخر ومين الأندية اللي مش هتبقى موفقة فهتطلع هتكمل مباراتها عادي في الجدول. يعني كل الأمور واضحة. حتة عدم الانتظام دي معناها إنك أنت بتفاجئ الأندية بحاجة هي مش عارفة، ودي مش موجودة، لأن كل الاحتمالات احنا حاطينها في الجدول، فبالتالي كل الارتباطات موجوده في الجدول. انما الحاجه الوحيده اللي محدش يعرفها مين مكمل ومين مش هيكمل في البطولات الافريقيه. انما من اول الموسم احنا عارفين ان النادي الاهلي عنده مباراه السوبر في الاول كان مع اتحاد العاصمه في بدايه الموسم، وعارفين ان النادي الاهلي عنده السوبر الافريقي 25 يوم هيطلع منه على كاس العالم للانديه 15 يوم ومنه على السوبر المحلي اللي بشكله الجديد اللي هو اربع فرق ومن بعدها كان في جوله مستر فيتوريا لغاها لان شايفين لعيبه الاهلي مرهقه من كثر المباريات قبل بطوله الامم الافريقيه، فكان في جوله يوم 2 يناير فطلب الغائها او تاجيلها، فبالتالي اخذنا على امم افريقيا على طول 45 يوم. رجعنا من 45 يوم الاتحاد الافريقي حط مباراه مؤجله من الجولات الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي دوري المجموعات، حط يوم 16، فبالتالي كان في مباراه للنادي الزمالك والاهلي يوم 15 والاهلي والجيش يوم 18، فلما حط المباراه ديت وسط الاثنين فتم تاجيل المباراتين، ودي حاجه السبب فيها الاتحاد الافريقي مش انا. وبعد كده في شهر 3 عندنا اجنده وحصل تعديل في جهاز المنتخب، الكابتن حسام طلب اسبوع قبل الاجنده الرسميه، والفتره اللي جايه ان شاء الله احنا عندنا برضو اجنده من يوم 3 ل 11/6، والكابتن حسام طلب اسبوع بناء على اتفاق بينه وبين النائب احمد دياب رئيس الرابطه، هيبدا من يوم 27 والاجنده من 3 ل 11/6، ودي اهم اجنده عندنا الحقيقه لان هي مفترق طرق بالنسبه لمشوار المنتخب. فنتمنى ان شاء الله ان الناس كلها بدل ما تركز تخش في صراعات وتصعيد حسابات، والغرابه يعني كل اللي في المنظومه عارفين تصعيد الحسابات بس مين بيدخلوا ناس فيها. طيب كابتن عامر، انا سؤالي ليك دلوقتي فيما يخص منتخب، انا بقول لحضرتك شوف الاجنده انا بحكيها لها لحضرتك كده، انا مفهوم يعني. هجي لك على المنتخب، بس الاول المباراتين اللي هيتاجلوا الاهلي والزمالك هتبقى مباريات ايه؟ هي موجوده في الجدول. هي موجوده في الجدول ومتحدده لان مواعيد الكونفدراليه غير مواعيد ابطال الدوري، النهائيات بتاعتها مش في توقيت واحد، فبالتالي مختلفه المباراه هنا عن المباراه هنا. فبالتالي هتلاقيها موجودة في الجدول عند حضرتك. طيب.